مع كل أسف ما جرى مع نهضة بركان غير مقبول بكل المعايير وبكل الأوصاف. ماشي غير نشوفوا اش كيقول القانون، بالفعل القانون أساسي وكيقول بأنه الفريق اللي يلعب بواحد البدلة ديالو مباريات كيكمل بها دائما. والصحراء المغربية وكنظن لا كاينة شي دولة في العالم عارفة بأن الصحراء المغربية هي الجزائر، هي الجزائر، وحنا شاركنا معاهم في حرب التحرير الوطني. المغاربة الدماء ديالهم أريقت كي تحيا الجزائر، وهذا الشيء حنا ماشي تنمنوا به على إخواننا الجزائريين بالعكس، ولكن ملي كتشوف الأنظمة الفاشلة التي تبيع خيرات بلادها والتي تهدر إمكانية التنمية لبلدانها أنها تستغل أدنى فرصة باش يمكن لها تخرج واحد الحقد اللي هو غير مفهوم من أجل محاولة إهانة الشعب المغربي ورياضيه والرموز ديالو، هذا الشيء ماشي مقبول. الجزائر إلا بغات تطور ويعني وعندها إمكانيات يعني من ثروات باطنية كان ممكن تزدهر الجزائر وتطور، بل هما اختاروا الريع، اختاروا أنه يخليوا شعبهم فقير، اختاروا يظلموا هذاك الشعب اللي عطى 1.5 مليون ديال الشهداء ويصيفطوهما ويبنيوهما ويشريو في فرنسا وفي غير فرنسا هاد الحكام ديالهم. واليوم ما لقاو الا النهضه ديال بركان اللي هي معتزه بوحدتها الترابيه، واللي بالفعل الا كان مازال عندنا اليوم مشكل في الاقاليم الصحراويه لان المستعمر يعني القديم كان عمل كل ما في يعني في جهده باش انه يخلق لنا مشكل ويخلق لنا ايضا مشكل مع الجزائر، لانه هذاك الحدود اللي خلاها لنا المستعمر فيها مشاكل كبيره، واحد العدد الاراضي المغربيه والكل يعرف انها مغربيه وكانت يعني طيله قرون يعني تحت السياده المغربيه اللي اليوم الجزائر كتاخذها وكتعتز. هل الجزائر عندها صحراء كبيره وفينا هو التقدم؟ ما كاينش. حنا صحراءنا ومعروفه وعرفنا بانه يعني هذه السياسه الدوليه ديال فريق تسود هي الغاديه، والجزائريين غاديين في هذا الاتجاه هذا، يظنون انهم غادي يبقاو كيستعملوا القضيه الصحراء يعني سنوات وسنوات كيغطوا على فشلهم الذريع الداخلي، وهذا الشيء ماشي مقبول. وانا من هنا بغيت نحيي يعني النهضه ديال بركان، الصمود ديالهم، واخا انا ملي شفت ذاك التعامل ديال الجمارك معهم يعني حسيت بالحزن على الدول ديالنا اللي هي متخلفه جدا واللي هي عوض ان تبحث عن التنميه وتكريم الانسان تحاول ادلال الجار، هذا الجار لا يدل، هذا الجار هو راه تيناضل وتيعمل وتيشتغل ومعتز بصحرائه ولن يفرط فيها. وهذا الشيء مؤلم ما يجري اليوم، ولكن تحيه عاليه للنهضه ديال بركان وتحيه عاليه لشبابنا اللي هو تيتقاتل باش كيجيب الكاس الافريقيه ديال الكره داخل القاعه، وكيشتغل داخل الجامعات وكيبحث وكينشر البحوث العلميه المهمه وكيحاول باش يخرج المغرب من هذه الاوضاع اللي هو فيها باش يعني يرتبط بالتنمية الحقيقية لأساسها تنمية إنسان، ويستكمل وحداته الترابية ويستكمل سيادته على كامل ترابه ويبني تنمية ربما غادي تزيد تستفد منها الجزائر غدا. والجزائريين خصو يفهموا بأن مستقبلهم راه مع المغرب ماشي مع شي جهة واحدة أخرى، وأن المغرب أيضا مستقبله عارفه مع الجزائر وباش تنهض الشعوب ديالنا كلها وتخرج من هذا التخلف والتبعية والاستغلال ديال جهات معينة اللي هي عندها مصالحها، ولكن واش طرحنا السؤال فينا هي مصالحنا؟